في عندنا طرف مهم جدا في المنطقه يريد ان يشعلها، الجانب الاسرائيلي. صح، الجانب الاسرائيلي يحاول منذ البدايه انه يدفع ويحرض ويستدرج الجانب الامريكي الى مواجهه مع ايران تحديدا. صح، شوف الموقف الامريكي دلوقتي بيتطور، يعني دي اللي انا عايز اقوله، انا برضو يعني بختلف شويه مع الدكتور مدحت. قد يكون الاستراتيجيه الايرانيه فعلا بتتحرك في خطوات، ولكن الخطوات دي كانت ماشيه في اطار ان هناك نوع من انواع التساهل من الجانب الإدارة بايدن، ومن وبالتالي وضغط على اسرائيل انها لا تتحرك في هذا الاتجاه. انما الموقف تغير الان، اداره بايدن نفسها التي عملت تصالح مع ايران وقدمت لها اموال وقدمت بتلاعب، دلوقتي في موقف لا تحصل عليه، يعني عليها ضغوط ضخمه جدا ان تغير موقفها من ايران، وبالتالي بالاضافه الى الضغوط الاسرائيليه. المشكله بقى في القضيه في اسرائيل ان اسرائيل منقسمه عن نفسها، واسرائيل نفسها هناك احساس داخلي في واشنطن ان بنيامين نتنياهو ليس هو رجل الساعه ولا يستطيع ان يحل المشاكل، وان اسرائيل اصبحت عبء رهيب عليهم مع بنيامين نتنياهو وفقدت مصداقيتها في المنطقه. فبالتالي هناك يعني احساس بالغليان داخل واشنطن بان القضيه دي قد تكون يعني سيئه جدا بالنسبه للسياسه الامريكيه في المنطقه وفي العالم ككل. المصداقيه الامريكيه يعني كانت اتضربت في افغانستان بالانسحاب الخطير اللي عمله جو بايدن، تضرب مره اخرى الان بانها بتواجه مواقف صعبه جدا مش عارفه ترد عليها، وبالتالي سيحدث تغيير جوهري في سياسه جو بايدن تجاه ايران. والضغوط الاسرائيليه مش هتكون مؤثره في هذه المرحله لانها منقسمه عن نفسها، ولان هناك ضعف شديد من الجانب الاسرائيلي انه مش عارفين يواجهوا الموقف، يعني ليس هناك استراتيجيه واضحه لاسرائيل نفسها، والامريكان بيقول لهم حاولوا تورونا رؤيه انتوا عايزين تعملوا ايه. ولكن انا عايز اضيف الى هذا ان اداره بايدن مهما يكن قدامها 11 شهر سيكون هناك تغيير. لو جاءت إدارة ترامب سيكون هناك تغيير أساسي وجذري تجاه إيران. الآن بيتحدث ترامب على أنك أنت اللي عملت الكلام ده، أنت اللي أديت لبايدن، أنت اللي ساعدت أو خليت إيران تاخد مساحة تتحرك فيها، تركت الأزرع بتاعها تتمادى، اديتها فلوس كانت معزولة. وبالتالي لو جاء بايدن وفي احتمال كبير يعني أكثر من 50%، فسيكون هناك تغير جذري في الموقف الامريكي لو جاء ترامب. طيب دكتور مدحت، يمكن الدكتور معالي السفير حمدي صالح قال ان هو بعض الحاجات قد يكون مختلف حولها، انا هسال مش هختلف، هو هذه الاستراتيجيه الايرانيه بكل هذا التصعيد اللي يعني هنفترض ان ايران كانت مدركه لابعاده، يا ترى الهدف النهائي الايراني في المنطقة وفي العالم؟ يعني نرجع لبعض التصريحات اللي طلعت من قادة إيران، وأولهم علي خامنئي، المرشد علي خامنئي، في مطلع القرن 21، وكان اللي بيردد هذه التصريحات أحمد النجات، وجي بعدي آية الله شهرود اللي هو توفى اللي كان رئيس سلطة القضائية. فالثلاثة دول كانوا بيرددوا أنه يعني حان وقت العمل على إزالة إسرائيل من المنطقة. الكلام ده كان مطلع القرن 2004 بالتحديد، لأن احنا ساعتها في 2004 كنا بنعمل دراسة شاملة في الأهرام ارتباطا بالانتخابات الإيرانية اللي تمت في فبراير 2004. فلما بنرجع للتصريحات دي، لا أنا ما بشوف ما يحدث الآن هو تطبيق عملي ستيب باي ستيب لما تم الإعلان عليه ومحدش كان بيصدقه. يعني اسمح لي أنا أقول لك في جملة اعتراضية وهرجع بسرعة. إيران من 2014 أعلنت إنشاء حاجة اسمها القوات الجو فضائية، محدش خد باله ده سلاح جديد كانت عملته من الدلالة بتاع الموضوع ده. 2024 يوم الحد اللي فات لأول مرة إيران تطلق ثلاث أقمار صناعية بصاروخ واحد اسمه اللي هو صاروخ سيمور، وطلع على ارتفاع 1150 كيلومتر آخر النطاق البيضاوي بتاع الكرة الأرضية. بين 2014 وإعلان قوات الجو الفضائية تربط ده تعرف الدماغ راحة فين. السنة دي في توقعي الشخصي في إطار المعطيات بتاعتهم إن هم هيعلنوا عن إنشاء القيادة القطبية البحرية الجنوبية، قادة العسكرية القطبية البحرية الجنوبية، لأن هم من ثلاثة أشهر قالوا احنا بنأسس لإنشاء قوات بحرية في المحيط القطبي في القطب الجنوبي.
بتاع المحيط الهندي. بس انا كده ده انا خلي بالك. لا بقول انا بقول ساعتك انا مسؤول عن الكلام. لا بتكلم بجد يعني. احنا هل ايران عشان كده هذه القدرات عندها يعني ترغب ان تكون قوه عالميه على اي ده استراتيجيتها بتاعتها يا فندم. وده اللي مرتبط وده اللي موجود اصلا في الدستور بس موجود بشكل يعني في اطار كانه اطار مذهبي. لكن تحلل ده بده وتربطه بالشخصيه الايرانيه تعرف. فساعتك لما تيجي تشوف انت المعطيات دي اللي على الارض الواقع. لا انا اعتقد سواء جه ترامب ما جاش ترامب قعد بايدن ما قعدش بايدن ساعتك لو رصدت السلوك الايراني مع كل الرؤساء الايرانيين تمام هتلاقيه مين اللي كسبان؟ ايران. ايام اوباما صعدت معاه التطلعات والاماني فكسبت 5-1. جه ترامب عايز يهد 5-1 فهي ايران دفعته دفعا باستراتيجيه ببعد نفسي يعني الى ان هو ينسحب. وعلي خامنئي قال لو انسحب ترامب انا هنسحب. انسحب ترامب قالوا لا احنا بنتوع قانون عظيم. فاذا في الاخر ما يحدث الان انا اعتقد انه امريكا لاول مره سعادتك تقول نحن وزير الدفاع امريكا تحتفظ لنفسها بحق الرد. الكلام ده اللي بيقوله بشار الاسد في قدام عجزه في الضربات الاسرائيليه اللي بتتم في سوريا. فاما امريكا تقول كده انا معلش جمله تقول كده بالنسبه للموقف الايراني يبقى انت يبقى في مهابه من رد الفعل الايراني اللي هيجي بعد كده سواء جه من الاردن او من البحر الاحمر او جه من فوق من عند سوريا والعراق. اظن مش هسال حضرتك لك حق التعليق الكامل لانه شوف اولا جاني انطباع ان يعني لا انا عايز اقول حاجه يعني النقطه الاساسيه الاولى بالنسبه لايران ان الاستراتيجيه الايرانيه حاليا فيها تناقضات خطيره هم نفسهم مش عارفين يتعاملوا معاها. اذا كانوا بيحاولوا يتقربوا مع السعوديه ويتقربوا مع دول الخليج في الوقت نفسه بيعملوا هذه المشاكل مع الدول الاخرى ويتحركوا بالازرع دي وخصوصا الحوثيين بيضربوا في ففي تناقض حقيقي في كيف يصيغوا سياستهم تجاه المنطقه. حكايه السيطره دي زي ما انا قلت الازرع بتاعتهم دي مجرد قوة تؤدي الى اضطرابات ومشاكل ولكن لا تؤدي الى اي خطه بناءه. فبالتالي موقفهم صعب جدا. المشكله الاساسيه التي تواجههم حاليا هي ان الولايات المتحده وطبعا الغرب وراها كلها الغرب ككل بياخد موقف جديد منهم بعد هذا بعد الحرب غزه وبعد الاعتداء المباشر على القوات الامريكيه. مش بس 3 قتلوا ده في 25 واحد منهم 7 في حاله خطره. صحيح يعني ده موقف مش سهل بالنسبه للولايات المتحده ده بيرل هاربر يعني بشكل اصغر. فبالتالي سيكون هناك تغير جوهري تحاصر فيها ايران محاصره بالغه الشد. من معروف عن ايران انهم عندهم قدره براجماتيه عاليه جدا يقدروا يغيروا سياستهم بطريقه عشان يتعاملوا زي ما قال الدكتور مدحت.